محمد فقبولها حتم بدون تردد. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى؟ إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك
ربك فاقلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك رب ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث
بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. يتفضل الآن شاعر الحسين عليه السلام الشاعر أبو محمد المياحي، فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد بأعلى الأصوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خير خلقه محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أصحاب السماحة والفضيلة، السادة الحضور، عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب المولى أبي عبد الله الحسين. يا طود الصبر، يا اسم خط اللوح، يا لبوة اللي صارت من صلب ضرغام. يا طود الصبر، يا اسم خط اللوح، يا لبوة اللي صارت من صلب ضرغام. من خطبة فصاحة فهم الجلمود تحكي وصوتها أبشط من الصمصام. مجلس طاغية ويدين مشدودات، بس لما انحكت ظل هام يضرب هام. زينب صحمرة بس بيها أصل سباع، وحدها ويسيرة وخوف الظلام. يا درب السبي مزروع كلك خوف، بس بيك العقيلة الحارس ما نام. أمانة تحملتها الثورة من حسين، شدت صبر أبوها وصبر أمها حزام. ساعة تشوفها تخطب توعي الناس، وساعة ترد زلم ذا تضرب الأيتام. تاريخ القرية تنطيني بي رجال، تحمل هالمصيبة ونهض بيها وقام. بزينا بلوتها وما لواها الضيم، وبصدر الزمن صارت الحرة وسام. بتمن حتى تجزع لو تمن هيهات، ينظام الفلك والحرة ما تنظام. بتحيدر علي والمرتضى معروف كم راس بقريش الساحقة بجدام. بتحيدر علي والمرتضى معروف كم راس بقريش الساحقة بجدام. بمثل زينب يشيخا حقهن النسوان، أرجو اقطع الكلام. بمثل زينب يشيخا حقهن النسوان، شوارب رجفت لما انتم حكت. بمثل زينب يشيخا حقهن النسوان، شوارب رجفت لما انحكت بالشام. لازم نستحي لما يمر طرواج وندنك فخر، لازم نستحي
لمن يمر طرواج وندنك خجل يا فخر للإسلام لو كل النسى مثلك يا حرة تصير فالنصار زل معلى النسى قوام. أجر يا زمان ويانا كل ما بيك استريح أغاتي فضل استريح. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. لشفاء المرضى وقضاء الحوائج أعيدها ثانية. رفعت أوزارها حرب هاشم وقالت قياما القياما لذكور القائم المهدي. تفضلوا قموا تقدموا غاتي. تفضلوا غاتي. تفضل غاتي. تفضل علي. استريح. تفضلوا استريح غاد. احسنتم بارك الله بكم جزاكم الله خير الجزاء. فدوى قلبك عوفهم قاعدين عمي عوف استريح عوفهم قاعدين. صلوا على محمد وآل محمد. أجر يا زمان ويانا كل ما بيك وذبحا يا سيوف أهل الغدر أكثر. أهو الحب ويا دم يعيش يا هالناس عن محبوبة قلي شلون يتغير. تعبنا لقبلكم بسكم التعبون كل شيء وقف كاتب على المنحر. تردون نعوفه ومنه غيره يصير والي وبالشدد مني الندب يحضر. إذا عدكم مثيلة اتوكلوا وذكروه ومن هاللحظة كنا نبايعه ونفخر بس بشرط بهاي الصفات تكون. ومن أول صفاته بحرب ما أدبر وذاكر عالزلم يصقرها مني يصيح ويخلي الشجاع بمشيته يعثر. وبعد نطلب بوصفه يكون داح الباب وطبراته وتر ما ثلل لو طبر. جيبوا الشطر مرحب وإحنا نؤمن بيه وجيبوا اللي يرد الشمس لو عشر. عدكم لبن وتفارس برز ذكروه حتى نقول هذا وكنا نتعذر. منه اللي انولد عدكم بوسط البيت وفرح بيت الإله بمولده وانطر وفخر جد من جدف النبي أجد مصارع ليه. ولأصنام الجهالة نشوف من كسر. إذا ما عدكم بهذا الوصف موجود عدنا البي مثل هذا الوصف وكثر. إذا ما عدكم بهذا الوصف موجود عدنا البي مثل هذا وياي. إذا ما عدكم بهذا الوصف موجود عدنا البي مثل هذا الوصف. عدنا البيت لوذ الناس عدنا القطب والمحور عدنا الفارس الكرار عدنا الأنزع المافر عدنا البشدد نخاين خاينسر عدنا الحير الألباب عدنا الصعب يتفسر عدنا السيف عد الفقار عدنا الأنزع المافر عدنا الكفوع للزهراء عدنا الطاهر العطهر. وكل العدكم وربك فلا يسوون شسع نعل الوصح الدر. على الذلة تعود على الدمغة تعود راس الأنذال وراسه للمشارم عنفواني. مو كل من بمحبس حجر مبروك فرق بين الحصو بين اليماني. عندك صول وانت تريد لمكان هدني قل لك انا اعرف مكاني. اذا اخوه تريد ترفع الراس قريت اثنين كل هذا زماني. خوه قمر هاشم ويا الحسين وابو معد الشريف وسليماني.
طيبوا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. على محبة الزهراء ثانيا تؤجرون. اللهم صل على محمد. هدية إلى مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف ثالثا بأعلى أصواتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله. صلى الله عليك يا غريب يا مظلوم كربلاء يا عبرة المؤمنين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا يا ليتنا سيدي كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إن كان عندك عبرة تجريها أيام الحسين سلام الله عليه ويحلو البكاء على أبي عبد الله الحسين عليه السلام، هنيئا لكم للاختام المجلس إن شاء الله. أسأل الله أن يختم لنا بالعاقبة الحسنة، أن يتقبل منا هذا القليل وأن يجعله ذخرا لنا يوم نلقاه إن شاء الله. إن كان عندك عبرة تجريها يا فانزل بأرض الطاف كي نسقيها يا فعسى تبل بها مضاجع صفوة ما بلت الأكباد من جاريها. وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر الله عليها مذهولة تصغي لصوت أخيها يا لم تله عن جمع العيال وحفظهم من فراق إخوتها وفقد بنيها يا عجبا لها بالأمس أنت تصونها. قبح الله ذلك الدهر. عجبا لها بالأيامس أنت تصونها ويا واليوم آل أمية تبديها ويا 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 أنا على الهزل زين بخوت على الثرى نوم. الله يرحمك حج معين السباك. أنا على الهزيل زينة يا بخوت على الثرى نوم بين القطعة وجفوفة وبين السلبة ودوم حاد النوق ما أنصاف مربين على الحوم وشفت الجثث بعيوني شفت يوم وانخطف لوني أي صحت يا ناس خلوني أظل ويا اخوتي والقوم عيا وما يخلوني. بعد زينب سولفينا عن اللي جرى
قالت صدق عقبي الخدر لني يذلي لمهبط للراس ولن الوادم يقولون هاي اختي البطل عب صحت يا هضمة الهضمة يا عقب الخدر والحشمة الله أكبر علي الناس ملتمة يا وينجدوني عن الوليان واسكت من ينجدوني الله يرحمك الشيخ محمد سعيد المنصوري أرد فرد بيت إلى وأرجع محمد الشيخ محمد سعيد الله يرحمه يقول زينب تسأل دائما وهي على أقتاب الإبل ولكل من شافني فوق الجمل قال يا هالحرة الغريبة مالك رجال اي والله قلت له بلا 70 خيال اجل وينهم يا ويل قضينا عزاهم فوق الجمال اسولف لك يا هالحادي ويمن جنت بالكوفه وابويا على الخلق سلطان بيامه المعروفه من يجبل علينا العيد تحب الوادي مجفوفه ويقلوا لنسانة تريد تعيد زينب بالعيد تحب منها الجدم والإيد منك تطلب الرخصة تعايدها وترد لي أنا وابويا الفحل ما يقبل يخليهن يعيدني ليش خايف للزلم يحجن من يرحن يشوفني شلون عفة الله أكبر يا ويلي يا ويلي عمت عين الدهار للشام عقب حسين دول ابني يا حادي الموت اشوالي ولا تتشمت بحالي شكلها التوش بقبالي تسألني عن الوليان عن ذاك الخدر وينا صاحت تراني تراني يا اهل الشيم زينب تراني يا اهل الشيم زينب عافيه يا بتراني يا أهلي وماضيكم كفاني وأنا مخدرة وخدري مال ثاني مال ثاني أولاه من دهري وزماني شو تقولون كنا نقرأ ونعز الزهرة اليوم نقرأ بالعاشوري الله يحفظكم إن شاء الله يا با أولاه أولاه من دهري وزماني أولاه من دهري وزماني زماني يا سطرني على عيوني وعماني يا بسطرني على عيوني وعماني يا الله سطرني على عيوني وعماني يا وبكربلا ولي ولاني شلون زينب والله شنو المصائب عدد يا بنت علي قالت وبكربلا ولي ولاني ولاني بعمود ابو فاضل سباني بطبرت الأكبر من دهاني بجمرة عرس جاسم جواني والسهم المثلث من دهاني لضلوعي خيطها وحناني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون
ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه قال: مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. طيبوا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم، وفقنا الله وإياكم لكل خير، دفع الله عنا وعنكم كل شر. من موارد التوفيق أن يكون الإنسان مع أهل البيت عليهم السلام، وأن ينسج على منوالهم، وأن يسير على هداهم، وأن يقتفي أثرهم حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل. الحديث الشريف الذي ذكر في طالع الحديث هو للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد استخدم فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسلوب التشبيه. هذا الأسلوب تجدوه مبثوثاً كثيراً في أحاديث أهل البيت عليهم السلام، وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أصلاً هو ضرب من ضروب البلاغة أن يقف المتحدث مشبه، أسلوب من أساليب التشبيه، أن تقرب المعاني بالمحسوسات. وهذا أسلوب يعد من الأساليب الظريفة المقبولة سهلة الحفظ، اللي ممكن الإنسان يحفظها ويتناولها دائما. على هذا المعنى، على أسلوب التشبيه، أحاديث كثيرة: مثل المؤمنون في توادهم وتراحمهم كمثل البنيان يشد بعضه بعضا، أو عن أمير المؤمنين في قصار حكمه: كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهراً فيركب ولا ضرعاً فيحلب. وعلى هذا المعدل، إذن هذا الحديث من هالصنف، صنف أحاديث التشبيه. وإحنا قرينا في البلاغة أنه لابد أكو ركن من أركان التشبيه، أكو فرد علاقة بين الشبه وبين المشبه به حتى يصح التشبيه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرن أهل البيت فينا كسفينة نوح. خب يا رسول الله، ما تلك العلاقة ووجه الشبه بين أهل البيت وبين سفينة نوح؟ سفينة نوح أيها الإخوة الأكارم كانت تمثل نجاة الوحيد، ولا يوجد سبيل للنجاة غير سفينة نوح في ذلك الطوفان. والشاهد على ذلك ابن نوح، إما مشتبه في تحديد الحق وتحديد سفينة النجاة، وإما كان معاند. على التفسيرين، ابن نوح لم يتجه إلى تلك السفينة: يا بني اركب معنا سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، لا عاصم اليوم من أمر الله. هذا يعطينا فرد دلالة أيها الإخوة، فرد معنى عميق جدا عن الإنسان المؤمن. يجب عليه أن يرى الحق بوضوح، بوضوح تام، لا يشوب تلك الرؤية شائبة. وهذا ركن ركين في شخصية الإنسان المؤمن، أن يشخص الحق وينظر إلى الحق بوضوح، مو شاك متردد في رؤيته للحق، ولا يحمل في باله بعض الشبه على الطريق الذي يسلكه. لا بد أن يكون عنده من الرؤية واضحة جدا باتجاه الحق. أول خطوة في مسيرة الإنسان المؤمن في حياته وحتى مماته وإلى حياته الأبدية تعتمد على رؤيته إلى الحق ومدى وضوح تلك الرؤية. واحدة من الأمور التي دفعت أنصار أبي عبد الله الحسين على الإقدام والاستبسال والشجاعة والثبات وعدم التردد وطيب القلب وراحة البال وسكينة النفس، وضوح الرؤية عندهم. وضحت الرؤية عند أصحاب الحسين بمستوى أنهم تركوا الأولاد، تركوا الزوجات، تركوا الضياع الأموال،
شدة ثباتهم في الميدان كاشف عن وضوح الحق عندهم. في ليلة عاشوراء يقول لهم الإمام الحسين عليه السلام، يقول لهم هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا. يقول لأحدهم أنطمع بالحياة بعدك؟ قبح الله العيش بعدك، احنا شفنا الحق واضح جليل. واحدة من الأمور التي نعاني منها اليوم أيها الإخوة الأكارم، يجب علينا أن نقوي رؤيتنا للحق. هسا شلون يصير الحق واضح عند الإنسان؟ إلى فرد طرق، إلى فرد سبل. كيف يصير الحق واضح عند المؤمنين؟ أول شيء أن نعرف الحق. ثاني طريق وثاني خطوة بعد معرفة الحق أن نسعى نحو ذلك الحق، نحث الخطى نحو الحق. ما يكفي أن نعرف سفينة نوح هي النجاة، هذا ما يكفي من الطوفان والغرق والهلاك، لابد فرد خطوة ثانية أن نحث الخطى نحو سفينة نوح. أن تعرف الحق إلى الآن أنت بعد متردد. أن تعرف الحق لا يكون علة تامة في النجاة، لا بد أن تسير نحو ذلك الحق، أن تضحي من أجل الوصول في ذلك إلى ذاك الحق. تحاول أن توصل نفسك وأن تركب في الحق وفي تلك السفينة. هذا ينعكس على أتباع أهل البيت عليهم السلام، ما الذي استفادوه وما الذي جنوه من الموسم الحسيني المبارك؟ لهذا الموسم منهج أيها الإخوة الأكارم، لصاحب هذا الموسم منهجاً. حسين إلى منهج بالحياة، منهج في الحياة، ولأعداء الحسين منهج في الحياة. بعد العشرة من محرم، بعد العشرين من محرم، بعد زيارة الأربعين، واحد يقعد يصفن ويا نفسه كم هو قريب من منهج أبي عبد الله الحسين عليه السلام. هذا هواي ضروري أن ينطلق الإنسان من مرحلة الشعور والمشاعر إلى مرحلة التطبيق العملي. هذا هواي مهم، هذا هواي مهم، هذا أن يقف الإنسان عند مرحلة التأثر والتأثير والمشاعر ولا يتحرك نحو العمل. هذا لم يكتسب من الموسم الحسيني الفائدة المرجوة. فائدة المرجوة أن تكون موسم الحسين محرك دافع نحو العمل، أن تسعى نحو الحق. هذا معنى ثاني نفهم من الحديث الشريف. بعد أن عرفت الحق وسعيت حتى وصلت في الركوب في تلك السفينة، أيضا بعد أكو مرحلة ثالثة، أن تتمسك بتلك السفينة طول الطريق. ما يصير وسط الأمواج وتنزل من السفينة، هذا أيضا يعرضك إلى الهلاك. ترى الحق وتتبع الحق، تركب في السفينة وتواصل الركوب في تلك السفينة. كم من الطوائف ركبوا في السفينة ونزلوا بأثناء الطريق. شوفوا الواقفة، علي بن أبي حمزة البطائني ركب السفينة لحد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، بعده نزل. كثير من كانوا يحبون أهل البيت عليهم السلام ويودونهم ويوالونهم، إلا أن الخلل عندهم لم يواصلوا المسيرة مع أهل البيت عليهم السلام، نزلوا في وسط الطريق. واحد يدخل على الإمام الصادق عليه السلام، الإمام يشوفه من الكوفة فينفتح وياه الحديث. يقول للإمام الصادق في الكافي هذا المعنى: إذا كان يوم القيامة أخذ علي بحزة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحزة حزام المنطقة اللي يلفوه على البطن، أخذ علي بحزة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأخذنا نحن أهل البيت بحزة علي، وأخذ شيعتنا بحززنا، أترون إلى أين نأخذكم؟ إلى الجنة والله، إلى الجنة والله، إلى الجنة والله. هذا المعنى يكشف لك أنه يحتاج الإنسان المؤمن دائما أن يتمسك بحززهم، أن يحكم القبضة على منهجهم،
خصوصا في هذا الزمان لقابض على دينه كالقابض على جمرة. أسأل الله أن ينفعنا بأهل البيت عليهم السلام دنيا وآخرة، وأن يحشرنا مع أهل البيت دنيا وآخرة، وأن يتابة وتمسك يمدنا بالقوة. ما عندنا قوة إحنا قوتنا من أهل البيت عليهم السلام صلوات الله وسلامه عليهم. وإلا هاي المرأة الطيبة، المرأة لوت أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هاي السيدة زينب اللي وقفت، الله يرحمه شيخ محمد حسين كاشف الغطا يقول تشاطرتم فيه، فيه يرجع الضمير للدين، تشاطرتم فيه رجالا ونسوة على قلة الأصحاب فادحة الخطب، فأنتم به يا أبا عبد الله فأنتم به للقتل والضرب والقنا، ونسوتكم للسلب والسبي والضرب. سيدة زينب عليها السلام دخلت إلى الشام فاتحة بجيش من الأرامل والأيتام، دخلت للكوفة فاتحة بجيش من الأرامل والأيتام، دخلت إلى الشام فاتحة بجيش من الأرامل والأيتام صلوات الله وسلامه عليها. طبت إلى الكوفة، وأهل الكوفة لهم فرد شأن خاص خليط، تأثرت زينب عليها السلام أيما تأثر، شافت بعض الجماعة يعطون إلى عيال الحسين التمر والجوز، هذا تعرف طفل طيلة الطريق ما شايف أكل، نعم أكل ضعيف، حرارة الجو، معاناة الطريق، فصاروا يخلون الطعام بأفواههم. تعمد زينب سلام الله عليها لاستخراج ذلك الطعام من أفواه الأطفال، وهي تقول يا أهل الكوفة إن الصدق حرام علينا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليها. وانطلقت بمأساتها إلى ذلك اللعين من هوان الدنيا على الله، أن تقف عقيلة الطالبيين في تلك المجالس، الراوي يقول أوقفوهم على باب الساعات في الشام 3 ساعات، وكان الحبل، زين العابدين يقول وكان الحبل ممدودا من عنقي إلى عنق عمتي زينب، أدخلوهم على تلك الحالة. الإمام زين العابدين قال له يزيد ما ظنك بجدنا رسول الله، يزيد ما ظنك بجدنا رسول الله لو رآنا على هذه الأغر، يعني الهدرج حياء ماك من النبي صلى الله عليه وآله، أمر بالحبال أن تقطع فقطعت، أمر بالحبل قطع من يديهم، يا ويلي والأشهد يمكن جرى عليهم، قام بعود يضرب رأس واليهم. أويل عليك أبا عبد الله. زينب تباوى على رأس الحسين تقول له شفتك شفتك يا أخويا الدهر بي وبيك، الله شفتك مشيت على الترب يا أخوي، شفتك شفتك أعظم يوم يوم شفت، شفت اياك ضربها بخيزران ابن الدعي. ايوا حسينا ايوا مصيبته، ولي من يردون قلبي لوعونه، عمد الراس يمي يقربونه، كلما ارادوا احراق قلب العقيله شو يسوون اخرجوا الي يا راس ابي عبد الله. صاحت يا هلالا لما استتم كمالا، غاله خسفه فأبدى غروبا، ما توهمت يا شقيق فؤادي، كان هذا مقدرا مكتوبا، من يردون قلبي لوعون، والله عمد الراس يمي يقربونه، وبعال الرمح ويلاعبونه،
بل زينب عليها السلام انكسرت. ثم تمنت بذاك المجلس، شنو أمنية زينب؟ كلكم على قلوبكم سيدة زينب وما جرى عليها، الخطيب مذكر، المصاب عندكم. تمنت زينب سلام الله عليها شخصا يحضر في ذلك المجلس. أنا مني يا نبو فاضل أجيب، أنا مني يا نبو فاضل أجيب وراوي حال اخت الغريب. خويا يا عباس من انت اللي جبتني، يا وبيدك يا خويا رايا، يا كبتني يا او طول الدرب ما فارقتني. دقعت من رخصة السادة، رخصتك سيدي يا صاحب الزمان. خويا دقع يا خويا وشوف متني، والله متني اي مهوس يا الزجر الورمتني. كأن أبو الفضل العباس يجيبها بلسان الحال، قالها تعتبي يا زينب علي، خويا علي يا انا وين راسي وين يدي، يا خويا تقطعت بالغاية، يا اضري يا هسه نقرا والزهره تقرا ويانا ان شاء الله، نقرا والزهراء معنا إن شاء الله. سأل الله أن يختم لنا بالعاقبة الحسنة إن شاء الله. مولاتي سيدتي تسمعيننا وتسمعين هالأصوات إن شاء الله. يا بصحت صحت يا وادي كربلاء، عنك مشينا يا بلا يا غسل وكفايا، خلينا ولينا غصبين علي سافريت، يا مهجة حشايا يا حسين يا الماضايا، من قبل الذبح ماي خويا فارقت جسمك عثر والراس وياي فوق الرمح مشهور يبريل الضعين. الإمام زين العابدين أسكت زينب، هدأها في خريبة الشام، لكن زينب بين الساعة والأخرى تنادي يا أبا الغوث أغثنا، يا علي أدركنا. كل إنسان متضايق مهموم وين يروح؟ يروح للأب، يروح للخيمة، يروح لأمير المؤمنين. بويا يا بويا صيتك يا علي عند الخلق شاع، بويا توصل للنخاك وتحضر بساع، حاشة ضمك يا علي القاع. يا با انا ردتك تجي لحسيا يا انفزع ابا حسن حرب تقاضت دينها. تفضلون مولاه الله يرحمه الله يحفظه يا الله. يا ابو عبد الله يا ابن الزهراء نستثمر طيب الله انفاسكم شيخنا، الله يحفظكم ايام مصيبه وايام لوعه، الله يحفظكم. استثمر وجود الاخوه الاعزاء الساده المشايخ العلماء، فرد بيت واحد ان شاء الله انا وياك نقرا، وهاي ايام مصيبه، وان شاء الله اريد الكل الليله يشاركنا، وهاي ايام المصيبه هاي ايام المستهل، وكلكم أكيداً كلكم حافظين هاي الأبيات.
أيام أيام هاي الدنيا أيام هاي الدنيا يوم الأهل يحمونا يوم العيد شل يوم الأهل يحمونا يوم العيد هاي الدنيا أي عمي تاج راسي سيدنا شيخنا أبويا نور عيني هذا مصعب الحسين أريد أنا وياك تجاوب وترفع عيدك وإن شاء الله يكون موقفك أبيض أمام العقيلة زينب يلا نور عيني أيام أيام هايد الله الله أيام يوم الأهل يحمونا يوم العيد يسل يوم تاج راسي يا عمي أبو محمد يوم العيد يسلبونا هاي قوم يا حجر بناتك شوفها بلطاف يا حدار كانت بمنظر خدرها اليوم أصبح غير منظر كانت بأوطان صارت بالخيام وتسكن البر حتى الخيام بأهلها محصنة وما يمسها كل شر لأن الأهل فوق الثرى كلها جثث متوذرة وجثة حسين معفرة ولأنها متسلبة الخدار بخيام بخيام لأنها اليوم بخيام ولأنها خيامها عليها تتلاها بمسلبيها هاي الدنيا أي قول أيام خسران بويا خسران المن يشترك هاي يوم الأهل يوم الأهل يوم العيد هلا يوم الأهل يوم العيد هاي الدنيا أيام جزاكم الله خير يوم ختام المجلس نسأل الله أنكم من المنظورين عند مولاتنا الزهراء رحم الله والديك لا تقصر لا تقصر جاوب واشترك وألطم وعزي وسجل موقف مع مولاتنا الزهراء وواسيها بهالليالي فرشوط لطم رحم الله من ذكر القائم من آل محمد يا الله شوية يا الله أحسنت يا حسين ومصاب شوية شوية إلى جل العين ستشاب سامحنا أبويا أبو محمد سامحنا أرجو المعذرة اي لجل العين ستشابه ما الله والديك بيها مجال فتح خطوة للأمام بعد لجل العين ستشابه تاج راسي عمامي انتم خلي ظهركم إلي والشباب قدامكم اي زينبتي وين وتنادي Hey.
بلادي يا ابن امي واصبعي عيني. اخذ راحتك اخذ راحتك لا تتضايق اخذ راحتك. يا حسين يا لذكرك بطرف لساني. على راحتك على راحتك حتى ناخذ راحتنا بالقراية. وحاشاك لن يوم الوقت تنساني. هلا 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 وانا اعتقادي بدفترك عنواني. لجل العين ستشابه ما على ما على كيفك على كيفك ما على حكمتك يا رب نعترض ما على حكمتك يا رب نعترض حيث أمرك واجب ونهيك فرض حيث أمرك واجب ونهيك فرض لكن لنا غايب وحي على أرض بسهم فقدك بودنا مفطورة بسهم فقدك بودنا مفطورة. الله أكبر آية الله أكبر. هاي الأبيات من التراث الكربلائي تراث الحسين العظيم. يا أخوتي وانا لو قلت اخوتي يا أخوتي وانا لو قلت اخوتي خوف ترتج الأرض من أخوتي بكم اللي تنتخي ما هقويتي حايرة حايرة تظلت خامش بخدودها حايرة تظلت خامش. شلون حكي هذا شلون حكي العيدها خوتي ما تظل محيارة العيد بلا كلام بلا كلام العيدها خوتي ما تظل محيارة ولا بعزها تطمع أشرار الوار يا أخوتي لصار بخيامنا وجار اللي تهب الدار سنلحو. هسه اسمعني عمي رحم الله والدي ما شاء الله عليكم خوش وقفه وخوش ترتيب بس بلا كلام بلا كلام فدي اروح لك. هذه هيبة الإمام سلطة الإمام في عزاء. عوفهم 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 ما شاء الله خوش وقفة خوش ترتيب. كلمتين أنا وياك ختام المجلس نتوجه إلى قمر فدي اروح لك سيدنا نور عيني فدي اروح أبو سيدك والله على راحتك الله يخليك مجلس الحسين هذا خلي قلبك يتوجه أكثر من ما وجودك وكيانك قلبك ربطه بالإمام. كلمتين ختام المجلس
نتوجه إلى باب الحوائج أبو فاضل ونقول لأبو فاضل ارزقني نظرة عينك يا أبو فاضل وكرم من شفينك يا أبو فاضل. مو طويل أخو، ارزقني نظرة عينك يا أبو فاضل أو كرم من شفينك يا أبو فاضل يا أبو فاضل. يلا نور عيني. ارزقني نظرة عينك يا أبو فاضل وكرم من شفينك يا أبو فاضل. ارزقني نظرة عينك، ارزقني نظرة يا أبو فاضل كرم من شفينك يا أبو فاضل. هسه نقرأ أنا وياك يا أبو فاضل يا أبو فاضل. قول يا أبو فاضل ارزقني نظرة عينك اثنين يديك، ارزقني نظرة عينك يا أبو فاضل كرم من شفينك يا أبو فاضل يا أبو فاضل. أعد أعد يا أبو عند راية. أطلب منك طلب، أريد تنتبه لي للكلام، لا تعوف نقرأ وحدي. عند راية ومعتقد مديت يديه، عند راية ومعتقد مديت يديه ببابك ومطمن تعاين علي، ببابك ومطمن تعاين. يلا يلا. أنا عيش بخير ذا، أنا عيش بخير ذا صديت لي، أنا عيش بخير ده صديت لي. أنت بابي حسين والزهرة الزكية، أنت بابي حسين والزهرة الزكية. من نميد شفيني يا أخو زينب، شنو بحيرة ما تخليني يا خزية. من نميد شفيني يا خزية، بحيرة ما تخليني يا خزية. قول يا أبو فاضل يا أبو فاضل يا أبو فاضل. أعد 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 يا أبو فاضل. هلا. ارزقني نظرة عينك، ارزقني نظرة عينك يا أبو فاضل كرم من شفينك وعلي. خوش ليلة خوش ليلة يا أبو مرتين يا أبو فاضل يا أبو فاضل يا أبو فاضل. خادم بس أوجع أوجع. أنت كافل زينب، أنت باب الله الذي ما يرد لسائل للشاعر ذو الفقار الزيدي. انت باب الله الذي ما يرد لسائل، انت كافل انتبه انتبه، انت كافل زينب للفقر كافل، انت كافل زينب للفقر كافل. اي بحر جود وتارسل
بحر جود وتارس الدنيا فضائل وانا سبح يا ابو فاضل يا ابو فاضل وانا سبح كريم كريم ورد وج روحي اذكر اسمك حتى طمن روحي شو اسوي اذكر اسمك اي ورد وج روحي اذكر اسمك حتى طمن روحي اذكر قول يا ابو فاضل يا ابو فاضل يا ابو فاضل قول يا ابو فاضل ارزقني نظرة عينك ارزقني نظرة عينك نزل تليفونك نزل وكرم من شفينك ما تطلب للعباس هالليل ارزقني 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 نظرة اشو حافظ قول يا ابو فاضل شلون حكي شلون حكي اي من نحيس دهري يلج بيا ويضكني من نحيس دهري يلج بيا ويضكني اعتنيك وادري خايب ما تردني اعتنيك وادري خايب ما تردني تقضي حاجاتي وانا يمك بعدني تقضي حاجاتي حتى اريد لاهلي واقلهم ما تدري يمك من احجيهن حاجة حاجة يمك من احجيه حاجة حاجة شنو عندما التقضيه حاجة حاجة ايه عندما التقضيه قول يا ابو فاضل يا ابو فاضل يا ابو فاضل قول يا ابو فاضل يا ابو فاضل الطم الطم مولاي انت بدر الدين يا مو بس العشيرة انت بدر الدين يا مو بس العشيرة وانا وقت الحيرة الله انا وقت الحيرة بد ما عندي خيرة ايوه انا وقت الحيرة بد ما عندي مولاي اعتني بهمي ضريحك واستجيره اعتني بهمي ضريحك واستجيره هموم اسولفهن صغيرتها وكبيره هموم اسولفهن صغيرتها مولا من اوصل بدمعاتي يمضي ريحك من اوصل بدمعاتي يمضي ريحك القح الحاجات وين يمضي ريحك الله يا ابو فاضل يا ابو فاضل يا ابو فاضل ارزقني نظرة عينك ارزقني نظرة كرم من شفينك
قول يا ابو فاضل يا ابو فاضل الله ودك سيدني بعد بعد مولا يا هجاك وما رجع يا رايح للعباس ونفشله خلي قابلني بالله يا هجاك وما رجع متروس ايده يا هجاك وما رجع متروس ايده انت تنطلي نريده وما نريده انت تنطلي نريد ومان اي والله اي والله فد حسين بكفه وعيونه وريده الفد حسين بكفه وعيونه الميت يرد عنده سهله ومو بعيده الميت يرجع سالم نظرة منك وارجى يا ضي هاشم نظرة منك الميت يرجع سالم نظرة منك وارجى يا ضي هاشم نظرة من آخر مرة يا أبو فاضل يا أبو يا أبو فاضل أمرني خادمة إيه أرزقني نظرة عينك يا أبو فاضل كرم من شفينك كرم من تعبت تعبت يلا خلنا نقرأ نزل أرزقني نظرة عينك أرزق ضبها ضبها إيه يا أبو فاضل كرم من قول يا أبو فاضل الله 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 يا أبو فاضل يا الله وأبرض وأمطوى أبرض وأمطوى تظهر وبدك نوى تظهر وبدك نوى حرك أطراف الهوى حرك أطراف الهوى ترجع وتحيي السنة سيدي يا ابن الحسن ترجع وتحيي السنة سيدي يا ابن الحسن أبرض وأمطوى تظهر وبيدك لوى حرك أطراف الهوى حرك أطراف الهوى ترجع وتحيي السنة ترجع وتحيي السنة اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل بعد بعد اللهم عجل لوليك يا الله خلت رفرف رايته خلت رفرف رايته بيها كاتب غايتك بيها كاتب غايتك بدرع بدل صايتك بدرع بدل صايتك سيفك هموم اكثر سيفك يالله يالله خلت رفرف رايتك بيها كاتب غايتك بدرع بدل صايتك سيفك هموم اكثر سيفك هموم اكثر اللهم عجل برديت افا افا هلا هلا اللهم عجل يالله يالله اطوي بالمهر الفله اطوي بالمهر الفله واصل لطف كربله اطوي بالمهر الفله واصل لطف كربلة والفرات تأمل والفرات تأمل جروف دم تلا طمن جروف دم يلا يلا اطوي بالمهر الفلة
طويب المهر الفلة وصل لطف كربلة والفرات تأمل جروف دمت لا طمن جروف دمت لا طمن اللهم عجل مقتنع بهذا الجواب؟ هيك تجاوب امامك هيك تعجل فرجه اشو صيح بالله يا الله اطوب المهر الفلة اطوب المهر الفلة وصل لطف كربلة والفرات تأمل والفرات تأمل جروف دمت لا طمن جروف دمت ها هنا إلك ثار وقل هنا إلك ثار وقل هنا وقع راعي العلم هنا وقع راعي العلم بالعمد راس هشم بالعمد راس هشم دموع سكنت هاملا دموع سكنت هاملا اللهم عجل ها 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 الله تتعب تتعب حتى نص ساعة ما صار يا اللهم عجل يا الله يا الله اطوب المهر الفلة اطوب المهر الفلة واصل لطف كربلة واصل الله حيدر 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 اطوب المهر الفلة اطوب المهر الفلة وصل لطف كربلة والفرات تأمل والفرات تأمل جروف دمت لا طمن جروف دمت لا طمن اللهم عجل ايه 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 هلا هلا الله راح الصوت راح الصوت ايه هلا يا الله نائلك ثار وقل نائلك ثار وقل ناوي قعر العلم ناوي قعر العلم بالعمد راس هشم بالعمد راس هشم دموع سكنت هاملا دموع سكنت ها هنا قلب رمل انفجع هنا قلب رمل انفجع راح ابنها وما رجع راح ابنها وما رجع ابزخ بالحومة وسطى ابزخ بالحومة وسطى سنين بلطف كوضن اللهم عجل ما شاء الله ما شاء الله اللهم عجل ما تقول اللهم عجل يا علي هنا قلب هنا قلب هنا قلب رمل نقطع راح ابنها وما رجع راح ابنها وما رجع ابزخ بالحومة وسطى ابزخ بالحومة وسطى سنين بلطف قوضن سنين بلطف قوضن هنا علي الأكبر نزه هنا علي الأكبر نزف دم دم علي لنذرف دم دم علي لنذرف بدر بالحوم انخسف بدر بالحوم انخسف جروحة ما يتوصفن جروحة ما يتوصفن اللهم عجل هلا 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 تعبتوا يلا خلصنا خلصنا لولي إيه اللهم عجل يا علي هنا علي الأكبر نزف هنا علي الأكبر نزف دم دم علي لنذرف بدر بالحومة نخسف بدر بالحومة نخسف جروحة ما يتوصفن جروحة ما الله هنا صلما ظرف الضيق
نحصل منظر فضي من سب الطه الشفي من سب الطه الشفي انذبح بجفوف الرضي انذبح بجفوف الرضي اصبح مهاد الشفين اصبح الله اللهم عجل اخر بيت اخر اللهم بعد ما اردك تتعبويا الله للصبح وياك اذا تريد هلا هلا اللهم عجل يا علي نحصل منظر فضي نحصل منظر فضي من سبطه الشفي من سبطه الفف انذبح بجفوف الرضي انذبح بجفوف الرضي اصبح مهاد الجفن اصبح ها ها والحسين بيا ذنب والحسين بيا ذنب ينحرم من الشرب ينحرم من الشرب انذبح وبكتر العذب انذبح وبكتر العذب والخوات تيسرن اللهم عجل يا اللهم عجل على ايدي اللهم عجل لولي اللهم عجل يا اللهم عجل هلا هلا اللهم عجل يا اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل خادم الله الله وابرض وامطوى ابرض وامطوى تظهر وبيدك لوى ابرض وامطوى تظهر وبيدك لوى حرك اطراف الهوى ترجع وتحيي السنن اللهم عجل يا اللهم عجل اسمعني مكانك مكانك نتذكر أهلنا وتاج راسنا واللي علمونا القدماء بيتين أقرهوسة وانت واقف للمرحوم كاظم المنظور الكربلائي يقول ما نختك وطلبك كلمة الخوة وخبرك بالعطش بعيالك السوة هاك اخذ الطفل عطشان يتروى شنو الردة والجودك تتربى عيونه والجودك تتربى عيونه ايه والجودك تتربى عيونه ما نختك وطلبك يا عجيد الراي وريد العهد منك يا القلت بحماي انت القلت قوم الكربلة انت القلت قوم الكربلة والمحمل بيدك شديته والمحمل بيدك شديته ايوه بكل مجهودك بارته ايوه المحمل بيدك شديته اي على الحسين وويلاه على الحسين ختام على الحسين اي على الحسين وويلاه على الحسين خليك مكانك بعدني ما مخلص وياك إيش قد صار لك تلطم الآن الثمرة الدعاء ختام الليلة دعاء جزاكم الله خير هواية وصونا بالدعاء هواية وصونا بركات سيد الشهداء أنا خمس ليالي أقرب العتبة العسكرية هم الليلة أرجع أختم هناك ببيت أبو صالح سلام الله عليه وجيت حتى أكون بخدمتكم وإن شاء الله تتوجه وتأخذ حاجتك بإيدك وإن شاء الله عين صاحب الزمان عليك سلام الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج اللهم وفقنا لخدمة محمد وآل محمد يا الله تقبل منا هذا القليل بكرمك يا الله اختم لنا بالخير والسعادة أحسن عواقب أمورنا عدنا لمثل خدمة الحسين يا الله من كان في مجلسنا مريض
أنا أوصانا وأوصاكم بالدعاء لمريض لا سيما المنظورين أصحاب الأمراض الصعبة. اللهم بكرامة مولاتنا العقيلة الطاهرة الطيبة المقدسة المجللة زينب شافي وعافي جميع المرضى يا الله. بكرامة باب الحوائج قمر بني هاشم من لذنا ببابه بقبرك لذنا والقبور كثيرة ولكن من يحمي الجوار قليل. بكرامته عند الله يا الله اقضي حوائج المحتاجين يا الله. اللهم ازل هذه الغمة عن هذه الأمة، اصلح امورنا، عرف وقرب بيننا وبين ساداتنا وائمتنا محمد وآل محمد. اخواني اوصيكم انا خادمكم خاصة هالايام مروتكم، اش قد ما تصفنيتك بامامك حتى تتوفق وتنزل البركة والرحمة والنور، صفوا نيتك بإمامك رحم الله والديك جزاك الله خير. المؤسسون القائمون تقبل منا منهم بأحسن القبول، اجعل ما قدموا وقدمنا مذخورا في صحيفة أعمالنا، وأشهد على ذلك قلب إمام زماننا إلى أمواتنا وأمواتكم وأموات خدمة الحسين عامة، من مضى من هذا الجمع الشهداء والعلماء والصديقين وقادة النصر وأمواتكم جميعاً رحم الله من أهدى الفاتحة مع الصلوات.